بن سعود بن محمد بن مقرن مؤسس الدولة السعودية الأولى عام 1090 للهجرة الموافق 1679 للميلاد. عرف الإمام محمد بن سعود بشجاعته والجرأة والإقدام والثبات والنباهة ونفاذ البصيرة، فقد كان سياسيا حكيما ومخططا ماهرا متدينا مناصرا للدعوة الإصلاحية، فلم يلتفت إلى عدل عادل ولا لوم لائم ولا رأي مرتاب، ساعيا للوحدة ولم الشمل، نابذا للفرقة والتعصب، ناشرا للسلام، باذلا في سبيل ذلك الغالي والنفيس، محافظا على استقرار دولته واستقلالها التام، ملتمسا لأحوال رعيته، آخذا بجميع الأسباب التي تكفل لدولته العزة والتمكين والتنظيم والتطوير. كان بحسن السيرة معروفا وبالوفاء وحسن المعاملة موصوفا. توفي الإمام محمد بن سعود في عام 1179 للهجرة الموافق 1765 للميلاد بعد 40 عاما قضاها في تأسيس الدولة، مورثا لأبنائه وأحفاده حكم دولة مرهوبة الجانب بين القوى النجدية وبعض القوى المجاورة.